من رام الله إلى القدس المحتلة، ومع مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني. شيخ أهلا وسهلا بك عبر شاشة قناة المملكة. شيخ عمر، نتحدث أكثر عن الأوضاع الآن حاليا في المسجد الأقصى المبارك بعيدة عملية القمع الإجرامية الإسرائيلية التي تمت بعد صلاة الجمعة، تفضل. نعم أخي الكريم، نسأل الله أولا تحياتنا إلى الأردن الشقيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسجد الأقصى ويحفظ أهلنا في جميع ربوع الوطن، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. يعني بعد صلاة الجمعة مباشرة وبعد أداء صلاة أيضا الغائب على أرواح الشهداء، كانت هناك مسيرة مباشرة بعد صلاة الجمعة، وصلت هذه المسيرة إلى ساحة قبة الصخرة المشرفة. بعد أن وصلت هناك قامت الاحتلال بقمع هذه المسيرة بالقوة المفرطة، مما أثر عن أكثر من 40 إصابة بالرصاص المطاط والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. أيضا أثناء قمع المصلين وأثناء خروج المصلين تم اعتقال أكثر من 40 شابا على أبواب المسجد الأقصى، خصوصا باب الأصباط وباب المجلس. ثم يعني استمرت هذه المواجهات تقريبا حتى الساعة الثالثة والنصف حتى الساعة الرابعة، ومن ثم من تم اعتقالهم تم تصوير هوياتهم، ومن ثم الإفراج عنهم ربما لمراجعة اعتقالهم مرة أخرى، لا ندري يعني ما سيثير إليه بالنسبة لمن تم اعتقالهم. طيب شيخ عمر، يعني تابعنا خلال الأسابيع الماضية وتحديدا في شهر رمضان واليوم هذا الاقتحام الأخير، هذا التكرار، لماذا تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى بهذا الشكل الهمجي؟ هل تستفزها تحديدا المسيرات والشعارات والرايات المرفوعة مثلا داخل باحات المسجد الأقصى؟ هم يتحججون بأن هناك من ألقى الحجارة أو زجاجات المياه على جنوبهم، ولكن هذه القوة المفرطة غير مبررة، ربما هو بسبب هذه المسيرة التي كانت تأييدا واحتفالا لانتصار غزة، وأيضا تأييدا لغزة، وأيضا اقتراحهم على شهدائها، ويريدون أن يبينوا أن القدس ليست غزة، وربما هذا ما يريد أن يوصل الاحتلال في داخل المسجد الأقصى المبارك. الآن يعني الأحوال عادت إلى شأنها، قوات الاحتلال هي على أبواب المسجد الأقصى من الخارج. الآن الصلوات يعني صلاة العصر الحمد لله مرت بأمن وسلام، الآن يرفع أذان المغرب وستكون إن شاء الله ستقام صلاة المغرب في المسجد الأقصى المبارك. لكن القوة المفرطة يجب أن يحاسب الاحتلال على هذه القوة المفرطة التي يستغلها ضد المصلين العزل في داخل المسجد الأقصى المبارك. شيخ عمر، أنت تحدثت أن قوات الاحتلال تقوم بتصوير هويات الشبان المقدسيين الذين يدخلون المسجد الأقصى المبارك أو بعيد كل مواجهة، هل هنالك مضايقات على بوابات المسجد الأقصى المبارك؟ هل هنالك منع لفئات عمرية معينة لأسماء محددة تحدث كل يوم؟ يعني هناك الإبعادات، يعني الأسبوع يعني خلال هذا الأسبوع تم تحملة اعتقالات واسعة في القدس، في أحياء القدس جميعها وفي البلدة القديمة، تم هناك يعني بعد هذه الاعتقالات تم يعني إبعاد أكثر من 70 إلى 80 من المعتقلين عن المسجد الأقصى لفترات تتراوح بين 17 إلى 20 يوما عن مكان سكنهم والتواجد في القدس القديمة أو المسجد الأقصى المبارك. بالإضافة إلى عند دخول يعني بعض الشبان يتم حجز هوياتهم أثناء دخولهم إلى الصلاة في هذه الأحيان، لذلك يعني الاحتلال دائما يريد أن يبين أنه هو الذي يسيطر وهو الذي يهيمن على أبواب المسجد الأقصى المبارك. الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى المبارك من القدس المحتلة، أشكرك على كل هذه التفاصيل.